في حلقة اليوم من برنامجنا كيف صنعت السلالم المتحركة، زوارق كيفلر، جبنة الماعز، وأقراص صناديق الموسيقى. يستخدم ملايين الأشخاص السلالم المتحركة يومياً حول العالم في أماكن كالمراكز التجارية والمطارات. تستطيع هذه السلالم نقل مئات الأشخاص بسهولة. ستجعل هذه السلالم المزودة بمحرك انتقال الناس أكثر راحة. إن استخدام سلم متحرك أمر بسيط، لكن بناء هذه السلالم لتكون سلسة وهادئة يتطلب تدخل أصحاب الخبرة. يبدأ العمل بتلحيم الإطار الهيكلي للسلم، كما الحال مع الهيكل القاعدي للسيارة. سيثبت نظام السكك وغيره من المكونات بمسامير لولبية. يجمع العامل مسنن الإدارة الذي سيشبك مع المحرك بواسطة سلسلة. يضع العامل جهاز فرملة للحالات الطارئة مستخدماً الأوتاد. يربط الإطارات الجانبية بناقل الحركة لبناء مجموعة الانتقال. تحتوي المجموعة على مسنن الإدارة للدربزين وتسمح للدرجات بإكمال دورتها على طرفي السلم. توضع بعد ذلك مجموعة الانتقال المنجزة داخل المسنم. إنه الهيكل المجوف في السلم المتحرك. بعد تثبيت مجموعة الانتقال في مكانها، يضع العمال لوحاً مشطياً وهو الجزء الأخير الذي يخطو عليه الشخص قبل الوصول إلى الدرجات المتحركة. تصنع الدرجات من سبائك الألومنيوم المصبوب التي توضع داخل بوتقة. يضاف مانع للالتصاق إلى القالب المستخدم في صناعة الدرجات. يضمن رش القالب بكمية إضافية من الشحم إخراج درجات الألومنيوم بسهولة من آلة صب القوالب التي تحصل تلقائياً على كمية الألومنيوم المنصهر المطلوبة. الآن يأخذ الروبوت الدرجة من آلة صب القوالب ويحملها إلى وحدة التشذيب. هنا يتولى مكبس التشذيب إزالة جزء الألومنيوم المتبقي. تعود الكمية الفائضة إلى البوتقة لإعادة تدويرها. بمجرد أن ينهي الروبوت التشذيب العام للدرجة سيرسلها إلى وحدة التشطيب. ستشلخ روبوتات خاصة الحواف الحادة. فضلاً عن الأجزاء الواقعة بين الأسنان التي تعبر الدرجة. من ثم تمرر الدرجة إلى حزام مرمل لتنعيم ملمسها. أصبحت الدرجة التي تحولت من الألومنيوم الصلب إلى مصبوبة مطلية ومجمعة وجاهزة للتركيب. يبسط العامل سلسلة من البكرات تسمى سلسلة الدرجة. يشحم كل المسامير. يثبت الدرجات في مكانها. يربط العامل محاور الخطوات بالدبابيس الموجودة على سلسلة الدرجة. يجمعها بإحكام مستخدماً مشبكاً نابضياً. تغذى الوحدة بالامتداد المطلوب من السلسلة والدرجات. بعد ذلك تثبت السكة الالتفافية التي تسمح لامتداد الدرجات ببناء حلقة متواصلة بين طرفي السلم. يا
يجري تشغيل السلم لمدة 5 ساعات لتأكد أنه يعمل بهدوء وعلى نحو صحيح. خلال الاختبار يخضع السلم لما يقارب 250 فحصاً. بعد نجاحه يلف السلم بالبلاستيك المقلص بالحرارة. أصبح السلم جاهزاً الآن لعبور الزبائن. ربما يكون زورقك مصنوعاً من المادة عينها التي تصنع منها السترات الواقية من الرصاص. هذا صحيح، أصبحت تستخدم اليوم ألياف الأرامد المنسوجة المعروفة باسمها التجاري كيفلر في صناعة العديد من الزوارق. هي ببساطة تحميك من الرصاص. يساوي وزن زورق كيفلر نصف وزن الزورق الخشبي أو المصنوع من الألومنيوم. لا تتطلب أي صيانة تقريباً. تصنع هذه الزوارق من عدة طبقات من نسيج كيفلر المغرى ببعضها البعض. تبدأ العملية مع قالب من الألياف الزجاجية على شكل بدن الزورق. بداية تنشر مادة أريتنج على الجزء الداخلي للقالب. بمجرد الانتهاء تبسط صفيحة الكيفلر فوق الريتنج وتفرك وتضغط باتجاه القالب. بعد ذلك يشذب القماش الفائض. يتخلص العمال من الريتنج الفائض بواسطة كاشطة مطاطية، ثم يمددون القماش حتى يصبح مشدوداً. تضمن هذه الخطوة تعزيز الصفيحة وتنعيم ملمسها. تكرر العملية برمتها مع الطبقة الثانية من قماش كيفلر. يستخدم العمال بكرة فوق طبقات النسيج لطرد الريتنج الفائض وضغط الطبقات بإحكام. الآن حان دور معالجة بعض المكونات الهيكلية. تضع قطع من الإسفنج الفائق الكثافة على طول قعر بدن الزورق. يستخدم الغراء لربط هذه القطع وتثبيتها. تبدأ عملية تسخين قطع الإسفنج تمهيداً لتقويسها باستخدام ماكينة تسمى الصندوق الساخن. تعرف هذه القطع بالمقوسة الأضلاع، ومهمتها تعزيز الجوانب. مع الانتهاء من العمل على الأساس الهيكلي للزورق، ينبغي تغليفه الآن بطبقة ثالثة من نسيج كيفلر. يبسط العمال صفيحة من القماش الأبيض المشربة بطبقة مانعة للالتصاق لتفادي التصاق كيس التفريغ بالسطح. توضع هذه الشبكة المعروفة باسم القماش القنبي. هي تساعد على محاكاة تدفق الهواء خلال التفريغ. يلصق العمال حقيبة تفريغ حول القالب لاحتجاز كل شيء في الداخل. يصلون أحد طرفي الخرطوم بالحقيبة والطرف الآخر بآلة تفريغ الهواء. ستسحب الآلة الهواء من الحقيبة بصورة متواصلة فتتماسك طبقات الكيفلر. بعد 8 إلى 10 ساعات من التفريغ ينزع الكيس. في حال انقلاب الزورق يحافظ خزانات طفو في زاويتي الزورق على بقائه عائماً. يصنع العمال كل خزان من قطعتين من الإسفنج المنخفض الكثافة. بعد صقل قطع الإسفنج لإعطائها الشكل الصحيح، يضع العمال حصيرة من الألياف الزجاجية فوقها وتطلب الريتنج. تعزز هذه الألياف الإسفنج وتغلق القطعتين وتوحدهما. بعد أن يترك الريتنج مدة ساعة، يخرج العمال الزورق من القالب ليخضع للفحص من قبل مفتش مراقبة الجودة. في حال كان كل شيء على ما يرام، تطلى طبقة واقية من الريتنج. حالما تجف الطبقة، تغلف الحواف بشريط من الألومنيوم سيحول دون ثني بدن الزورق نحو الداخل. أخيراً قضيب مستعرض، غطاءان بلاستيكيان، ومقرن خشبي لحمل الزورق على اليابسة، إضافة إلى مقعد خشبي مع شبكة من النايلون. يربط العمال كل هذه المكونات بواسطة مسامير البرشام. يثبتون الشفيرة بإحكام على بدن الزورق. يوزن كل زورق لتأكد من مطابقته للمواصفات.
في حال كان كل شيء كما ينبغي توضع اللمسة النهائية. ملصق يتضمن اسم الصانع. تختلف زوارق كيفلر عن بقية الزوارق المصنوعة من مواد أخرى من حيث الحجم والشكل والتصميم. الزورق المخصص لصيد الأسماك أو الصيد بشكل عام على سبيل المثال مختلف تماماً عن ذاك المخصص للرحلات الاستكشافية أو المخصص لفريق السباق، سواء أكان هناك متبار واحد أو أكثر. يميل مذاق جبنة الماعز إلى الحموضة بعض الشيء مقارنة بمذاق الجبنة المصنوعة من حليب الأبقار، لأن حليب الماعز يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تجعل نكهته لاذعة. هناك أنواع عديدة من أجبان الماعز، منها الجامد ومنها اللين. إن قوام جبنة الماعز اللين يجعلها مثالية لتدهن على البسكويت المالح أو لتنثر على الباستا أو السلطة. يطلق على جبنة الماعز أيضاً اسم شيفر، تعني الماعز بالفرنسية. يبدأ المزارعون بتزويج الماعز عندما تصبح هذه الحيوانات بعمر السنة. تستغرق فترة الحمل نحو 5 أشهر. هذا يعني أن إنتاج الحليب يبدأ عندما تبلغ الحيوانات 1.5 سنة. يتم حلب الماعز مرة كل 12 ساعة. تحلب الماعز يدوياً في البداية للحصول على كمية صغيرة. إن كان الحليب جيداً تمسح الحلمات بمعقم وتعلق آلة شفط الحليب. تستغرق عملية الحلب 2 أو 3 دقائق. عادة تنتج ما بين 2 لتر و3 لترات. في معمل الأجبان يوضع الحليب في خزان البسترة عن طريق التدفئة بالبخار. يحرك قلاب الحليب بلا توقف لتفادي طهيه. يسخن الحليب على حرارة 66 درجة مئوية لقتل البكتيريا. بعد تعقيم الحليب يضاف ما يعرف بالاستنبات البكتيري الذي سيطلق عملية التخمير. تضاف المنفحة المخففة في الماء. المنفحة هي مادة تستخرج من معدة العجل، تحتوي على الأنزيمات التي تخثر الحليب. بعد إضافة المنفحة والاستنبات يترك الحليب مدة 18 ساعة. النتيجة خثارة الجبنة في سائل مائي يدعى المخيط. يغرف العمال الخثارة ويضعونها في كيس من القماش القطني لتصفيتها. أثناء رفع الكيس يتم التخلص من معظم الكمية المتبقية من المخيط بسبب ضغط وزن الخثارة. يربط الكيس وتترك الخثارة لترتاح لمدة 18 ساعة، وبعدها يصفي العمال الخثارة مجدداً. أصبحت جبنة الماعز جاهزة أخيراً. توزن الجبنة، تضاف إليها الكمية المناسبة من الملح، أي بنسبة 0.6%. ينتج هذا المعمل عبوات تزن كل منها 175 جراماً. يأخذ العمال كتلاً بهذا الوزن ويحولونها يدوياً إلى كرات. يسطحون كل كرة لتتحول إلى قرص. توضع الأقراص في الثلاجة حتى حين وقت التوضيب بحرارة 3 درجات مئوية، أي فوق نقطة التجمد بقليل. تدحرج أقراص الجبنة فوق أنواع من المنكهات. هنا مثلاً لدينا الثوم الأخضر. تغلف الأقراص بورق السوليفان وتوضع في وعاء بلاستيكي. يطبع تاريخ مدة الصلاحية على ملصق الإنتاج. تبقى عبوة جبنة الماعز غير المفتوحة
صالحة للاستعمال لمدة شهرين. هناك أيضاً صيغة أخرى على شكل الجذع، يدحرج هذا النوع الخاص في 5 أنواع من التوابل. تعد كرات صغيرة من جبنة الماعز ستوضع في أوعية إلى جانب التوابل والطماطم المجففة وزيت الزيتون. تنتمي جبنة الماعز إلى الطعام الصحي، تحتوي على كمية مضاعفة من البروتين مقارنة بالجبنة القشدية المصنوعة من حليب البقر. لربما يهيمن الآيبود في هذا العصر الرقمي، ولكن ليس ثمة ما يضاهي الألحان التي تنساب ألياً من صندوق الموسيقى. لهذا السبب ما يزال صندوق الموسيقى يشدو على الرغم من مرور ما يزيد على قرن من الزمن على عهده الذهبي. قرص دوار، دمن راقصة ومقصورة فاخرة. يعد صندوق الموسيقى نظام الترفيه المنزلي الأصلي. اليوم تصنع النماذج مقلدة أصلية مع أدوات إلكترونية، تحدد كفاف الترس في المحرك النابض الملفوف ثم تحفر الأسنان في داخله. يشبه هذا الترس ذاك المستخدم في الساعات. يلف العامل شريطا من الفولاذ بطول 6 أمتار داخل ماسورة صغيرة من الحديد المصبوب، تدعى هذه ماسورة النابضة. هي الجهاز الذي سيخزن طاقة الالتفاف الميكانيكية. حالما ينتهي العمال من تثبيت معشق التروس يصبح جاهزاً للعمل. تنحت هذه الشفرة الدائرية الأوزان الممتدة من أسنان القرار في المشط الموسيقي. تسمى هذه الأوزان أسلاكاً، هي تساعد على إنتاج النوتات الموسيقية المنخفضة لضبط القرار. تقص أطراف الأسلاك، يقتلع سن لإنتاج نوتة موسيقية، وتقاس درجة الصوت بواسطة جهاز ضبط إلكتروني. يتم تعديل درجة الصوت بإجراء القليل من التقليم. هذا الإجراء حساس وهم، يضمن أن تضرب الأسنان 76 التي يتألف منها المشط النوتات الموسيقية الصحيحة. تثبت هذه المضائلات على سكة قرب عجلات النجمة، إنه الجزء الذي ينتزع أسنان المشط لإنتاج النوتة الموسيقية. تصف الخبيرة التقنية المضائلات بموازاة عجلات النجمة، تشد كل المكونات بإحكام على لوحة من الحديد المصبوب تدعى القاعدة. يتم التحقق من ضغط المضائلات وإجراء التعديلات اللازمة، يستعان بآلة تشبه الكماشة. يثبت المشط العلوي على القاعدة وتدار إلى الجهة الثانية لتثبيت المشط السفلي. تنتج صناديق الموسيقى المجهزة بمشطين أصواتاً أغنى. يدخل التقني تعديلات إضافية على المضائلات لضمان إحداث فجوة ملائمة بينها وبين أسنان المشط الموسيقي. يثبت القضيب الذي سيحتجز القرص الموسيقي أثناء تشغيله. يعلق إطار المحرك على جانب الحجرة، يتبع تروس التدوير وتشغيل القرص. تعلق ماسورة النابض بالتروس. تثبت آلية التحكم بالسرعة تروس التدوير وتسمى الحاكم لأنها تتحكم بالسرعة. يلف المولد لتزويده بالطاقة. تفحص كل الأجزاء لتأكد من عمل المحرك بسلاسة. عندما يشعر الخبير بالرضا يحين الوقت لتثبيت المكونات الموسيقية. يبدأ العمل مع لوحة الصوت التي ستكبر النوتات، لاحقاً تضع القاعدة ومجموعة المشطين على لوحة الصوت. تعلق كتيفات الدعم على الصندوق ببراغ ومهمتها إسناد القرص الموسيقي. يتم التحقق من الضبط باستخدام القرص الوهمي. تطبع الموسيقى على القرص الحقيقي على شكل تخريمة. سيستخدم هذا القرص الرئيس كقالب لإحداث الثقوب في القرص المطلي بالنحاس في الأسفل.
تولد ثقوب عقصات على الجهة السفلى للقرص. هذه العقصات المعدنية ستشغل الموسيقى. بينما يشغل المحرك الميكانيكي القرص، ستقلم هذه العقصات عجلات النجمة التي ستنتزع بدورها أسنان المشط الموسيقي. إنها ليست موسيقى رقمية، لكنها ساحرة جداً. حتى اليوم لا يزال صندوق الموسيقى من التكنولوجيات الصامدة أمام اختبارات الزمن.